السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نضيف سلم في برنامج الاول بلاي. هنيجي هنا من فينيش وهبدأ اقول له ان انا عايز سلم ستير ويزارد، فبيبدأ يقول لي بقى انت محتاج اي سلم. ممكن اختار السلم بالشكل دوت اللي هو هيديني الويدث بتاعي واللينس قد ايه، وبتبدأ تختار بقى الدرجة قد ايه بالظبط والماس بتاعها قد ايه، ولا انت عايز ريزر ولا لأ، عايز دريدز ولا لأ، وهكذا. وبعد كده بتبدأ ترسم السلم بتاعك. تمام، ممكن تقول له لأ طب أنا عايز السلم بشكل آخر بالشكل ده. فيقول لك انت عايز القلبة دي، طب انت عايز المسافة من هنا قد ايه، تمام، 3 متر ولا عايز أكتر ولا أقل، وهكذا، والدرجات قد ايه والخصائص كلها. فبتقول له ماشي أنا عايز أحط السلم بالشكل دوت. ممكن تقول له لا ده انا عايز سلم من الناحيه دي في قلبة واحده، تمام. طب انا عايز سلم بالشكل دوت، طب انا عايز سلم دائري. فتبدا تختار شكل السلم اللي انت عايزه، مجرد انت تقول له اوكي فيبدا يحط لك السلم بالشكل دوت.